بجدد التحية على كل المشاهدين وبنرحب بضيوفنا النهارده. هيكون معنا الدكتور احمد السيد استاذ الاقتصاد والتمويل. اهلا بحضرتك يا دكتور. وهيكون معنا الاستاذ مصطفى شفيع الخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ مصطفى. هنبتدي عندنا اسئله كتيره جدا وهنبتدي بدكتور احمد. دكتور احمد، كلنا شفنا التدفقات الماليه اللي حصلت بعد الاستثمار في مشروع راس الحكمه. شايف حضرتك بالبلدي كده، هل شايف حضرتك انه ده قادر يسد الفجوه التمويليه؟ وهل قدر يحل ازمه الدولار في مصر في الوقت الحالي او لا؟ يعني طبعا احنا كلنا كنا عارفين ان كان في عندنا ما تسمى بالفجوه التمويليه، يعني ان انا عندي فرق ما بين الايرادات اللي بتجيلي بالدولار والمصروفات اللي انا او الالتزامات اللي عليا بالدولار، وده اللي كان مسبب الازمه ان احنا عندنا فجوه ما بين السوقين وسعرين، سعر رسمي وسعر غير رسمي. فلما جت صفقه بحجم راس الحكمه احنا كنا بنقدر الفجوه التمويليه خلال الاربع سنين الجايين تقريبا بحوالي 30 مليار دولار. يعني انا عارف طبعا ان المشاهدين بيستمعوا ارقام زي السنه دي عندنا 40 مليار دولار او 42 مليار دولار والى اخره، لكن في الاخر الفجوه هي الفرق بين الاثنين، لان انا عندي ايرادات بتجيلي من السياحه ومن قناه السويس والى اخره، وعندي مصروفات بس في النهايه الفجوه اللي كان ناقص او العجز يعني بطريقه بسيطه كان حوالي 30 مليار دولار خلال الاربع سنين الجايين. احنا بنتكلم لو راس الحكمه هتجيب لي تقريبا حوالي 35 مليار دولار، فانا بالتالي انا تقريبا غطيت الفجوه بتاعتي خلال الاربع سنين الجايين، الفجوه الدولاريه. طبعا هتظهر عندي بعض المشاكل، ازمات خارجيه زي مثلا تاثير زي على قناه السويس انخفض ايراداتها بعض الشيء الى حد ما، لكن في النهايه الايرادات لما تيجي بالشكل ده هتقدر ان هي تمكن المركزي طبعا والقطاع المصرفي انه يبقى قادر يسيطر على سعر صرف الدولار، وده اللي شفناه في خلال الايام القليله الماضيه. يعني مجرد ما حصل التعويم ابتدت القطاع المصرفي يطيح سيوله دولاريه للمستوردين على الاقل في القطاعات الاستراتيجيه الاولى، ابتدى الى حد ما يضيق الفرق ما بين السوق الموازيه والسوق الرسميه، ودي اهم نقطه بالنسبه لنا في المنطقه دي لان او في المرحله دي، لان في طول الوقت اللي فات ما فيش مستثمر كان هيرضى يجي يستثمر وعندنا سعرين للدولار. بانه نسبه احنا قدرنا نحل الازمه؟ 20% 30% 40%؟ يعني النهارده بنتكلم على ان الفرق بقى يعني لا يتجاوز جنيه ما بين السوق الموازيه والسوق الرسمي، لكن ده بيتوقف على ايه؟ ان الفتره اللي جايه تفضل البنوك قادره انها توفر تمويل للمستوردين او للاحتياجات الاساسيه على في الفتره الاولى. ابتدينا نشوف في نقاط ايجابيه ابتدت تظهر بشكل مهم. اولا المستثمرين الاجانب ابتدوا يرجعوا لسوق الدين، هي بتسمى الاموال الساخنه ويمكن نبقى نتكلم عنها تفصيليا بعدين، بس لاول مره يرجعوا من تقريبا من بدايه 22. انا هاخد من حضرتك الجمله دي وهروح لحضرتك مستر مصطفى. دلوقتي احنا اتحطينا في ازمه واضطرينا ان احنا ما نصدق ان نلاقي دوله زي الامارات بتخش وبتلحق وتبتدي تخش باستثمارات بارقام الحمد لله كويسه قدرت تحل الازمه. هل هنفضل دايما منتظرين قبله الحياه اللي بتجيلي في اخر ثانيه في الدقيقه 90 بلس؟ يعني انا عايز اطلع من الحته دي ويكون عندي خطه واستراتيجيه ازاي انا ما اتكررش السيناريو ده تاني واقدر اتفاداه في المستقبل. أهم نقطة في الموضوع التصنيع والتصدير، الزراعة والتصدير أهم نقطة في الموضوع. إحنا في احتياج شديد لمورد مستدام للدولار، تمام، أو للعملة الأجنبية بصفة عامة. طيب المورد المستدام ده يعني إيه؟ يعني مهما حدث في ظروف أو مستجدات يظل في مصدر أنا مسيطر عليه أو بيقدر يحقق لي الوفرة الدولارية الآمنة، تمام. مشروع رأس الحكمة أو صفقة رأس الحكمة هي كانت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري، احنا كنا في احتياج لهذا المبلغ، تمام. الحمد لله تيسرت الأمور في صفقات أخرى، في اتفاق جاري مع صندوق النقد الدولي، في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولكن إلى الآن احنا بنعالج عرض وليس مرض. العرض، الله ينور عليك، المرض بقى. العرض هو المشكلة اللي احنا فيها، الفجوة زي ما تفضل الأستاذنا الدكتور يعني وذكر، والشح الدولاري واللي ترتب عليه طبعا
وجود سعرين لسعر سعر الصرف، سواء سوق موازي او سوق رسمي او سوق ذهب، في كذا سوق للتسعير. ففي احتياج شديد لامر مستدام. السياحه لوحدها لن تنقذ الموقف، لانه السياحه اكتشفنا انه، او معروف معلوم للجميع يعني، اي مشكله حوالين مصر زي ما الوضع الحالي احنا شايفين ممكن تؤثر. والتقارير العالميه هو لازال الى الان التاثير طفيف او يكاد يكون لا يذكر، ولكن وارد ان ممكن يحصل تاثير، وده طبعا التقارير الماليه العالميه ذكرته. موضوع قناه السويس كمورد دولاري برضو، الحوثيين في اليمن باب المندب بالضبط يعني مؤثرين عليه تاثير قوي، وهنلاقي ان ايرادات قناه السويس انخفضت للنص. الرئيس قالها في تصريح رسمي انها نزلت في حدود 40 ل 50% بالضبط. يعني هو كان شهريا بتدر تقريبا ما يقرب من 900 مليون دولار، الان ما يقرب من 350 ل 400 مليون دولار. الاستاذ الدكتور برضو ذكر جزئيه الهوت ماني، واللي احنا هنرجع عليها في وقت تاني ان شاء الله. برضو المستثمرين لازالوا في حاله حيطه وحذر تجاه القصه ديت، او محتاطين شويه. فاذا يبقى لينا قصة التصدير. التصدير أمر غاية في الأهمية. إحنا لو بصينا على ميزان المدفوعات، وبصينا على يعني الميزان التجاري والحركة الصادرات والواردات، هنلاقي إن وارداتنا أو الواردات التي تدخل مصر تفوق صادرات مصر وبدرجات قوية، وهناك عجز، فلا بد من معالجة هذا العجز أولا. تمام. انا هاخد من حضرتك، انت ذكرت كلمه الهوت ماني، وارجع للدكتور دكتور احمد. دكتور احمد، الهوت ماني كان في تصريح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكان فيه انه تم سحب اكثر من 20 مليار دولار فجاه من الاحتياطي النقدي. طيب احنا راجعين تاني، والهوت ماني ابتدى يرجع تاني. احنا هنرجع تاني نفس الدايلاما دي. هل الهوت ماني كرايتيريا او فاكتور انا اقدر اعتمد عليه في الاقتصاد بتاعي؟ طيب هو طبعا يعني احد اهم اسباب المشكله اللي حصلت لنا من الاحداث الخارجيه هو فكره ان الهوت ماني لما الفدرالي ابتدى يرفع سعر الفائده بره. وعشان المشاهد يفهم، يعني الهوت ماني يعني ان المستثمرين بيجوا يستثمروا في اصول ذات عائد ثابت زي السندات والى اخره، يعني بيقرضوا مصر مقابل فائده. فبالتالي لما الفدرالي رفع الفائده تم زي ما حضرتك قلت كده سحبوا اكتر من 20 مليار دولار مره واحده. هل الهوت ماني يعني شر مطلق يجب التنازل عنه خالص، ولا شر لابد منه، ولا يعني هو في حد ذاته هو اداه بتستخدم في الكثير او غالبيه الاسواق الناشئه بتعتمد عليه، ان انت لازم الاسواق الناشئه وعشان كده بتبقى دايما سعر الفائده مرتفع في الاسواق دي عشان تقدر تجذب الهوت ماني. لكن الاهم، السؤال المهم بالنسبه لنا هو انت هتستخدم الاموال الساخنه دي ازاي بالظبط. هي بطبيعتها ساخنه، يعني بتخرج وبتدخل بصوره سريعه جدا مفاجئه وبتسبب اضرار. اذا ما ينفعش ان انا اقدر اعتمد عليها في مشروعات طويله المدى، مشاريع قوميه في مشاريع او ما اقدرش اعتبرها انها جزء من الاحتياطي مثلا، انها حاجه ثابته تحديدي. لازم دايما ابقى متفاهم انها حركاتها سريعه جدا. ما اقدرش مثلا استخدمها زي ما حصل قبل كده في ان انا افضل ادافع عن الجنيه. يعني احنا ده طالما ان عندنا عجز في الميزان التجاري مع الدول بتاعت اللي بنتعامل معاها، ومعدلات التضخم عندنا مرتفعه، يبقى لازم انا اتوقع ان يحصل تخفيض لقيمه العمله كل سنه بمقدار الفرق التضخم اللي بيننا وما بين الدول الاخرى. للاسف كنا بنستخدم الاموال الساخنه دي في ان احنا نثبت سعر الجنيه ونفضل محافظين عليه، وشايفين ان ده هدف سامي بالنسبه للسياسه النقديه، وده كان خطا. او بالعكس، ده كمان مش بنثبت. احنا في وقت من الاوقات كان الدولار ب 19 جنيه وخفضناه ل 15 جنيه بعد تعويم 2016. فندم احنا لما كنا بنذاكر اقتصاد بقى، الناس اللي متخرجين من الاقتصاد بقى بجد تعرف انك بتستفيد. كان حضرتك الجنيه كان يساوي 3 دولار، صح؟ احنا وصلنا النهارده ان الدولار بيساوي 50 جنيه ومبسوطين. يعني السؤال هنا، احنا يعني امتى نرجع تاني لطبيعتنا والدولة تاخد مكانتها الطبيعية، ان دولة قوية وغنية وعندها موارد؟ ليه الاحساس دايما ان احنا مفيش؟ لا، احنا فيه طبعا. صح. يبقى انا لازم، انا عندي كمية موارد يعني قلما تتوفر لدولة ما. يعني لو اتكلمنا على، حطيت قدامي كده اربع
بنود رئيسيه وهقارن ما بينهم وبين دول ثانيه. اول حاجه قناه السويس مثلا، احنا ده اهم مجرى مالي مائي في العالم، احنا ايراداتنا منه في السنه بتبقى في حدود حوالي 10 مليار دولار. طب انا لو بصيت يعني لجبل علي على حاجه في الارقام اللي ذكرناها من قناه بنما بتجيب 5 أضعاف قناه السويس. جبل علي اللي هو مش بنفس اهميه ده بيجيب 50 مليار دولار في السنه. بالظبط. ليه؟ لان احنا بنستخدمه كممر فقط. يبقى انا لازم ابدا اشتغل ان انا اطور الوحدات الهيئات الاقتصاديه اللي حوالين المناطق الاقتصاديه عشان تقدر تجيب لي عائد في خلال مش السنه دي، يعني لازم احط خطه 5 سنين ابدا ادي قناه السويس لازم ايراداتها تبدا تتضاعف. السياحه، انا بيجي لي 15 مليون سائح كل سنه. في فندق في في في, في امريكا في فيجاس اسمه الاقصر حاطط ماكتات كده، يعني لو شفتها حضرتك يعني بدائيه، يعني بيجي له في السنه 30 مليون سائح. شايف حضرتك الفرق ازاي؟ تركيا اللي احنا عندنا امكانيات تساويها ومتنوعه في اكتر منها في السياحه بيجي لها 60 مليون سائح في السنه. شايف فرق الارقام؟ يبقى انا قدامي 5 سنين انا محتاج ان انا اضاعف اعداد السياحه بتاعتي. الاستثمار الاجنبي بقى ده نقطه مهمه اللي الدول كلها بتعتمد عليه، وده برضو ده احد الامور بقى، مش هوت ماني هيخرج ويدخل بسهوله. النهارده بيجي لي كام كل سنه؟ 10 مليار دولار في حد اقصى، يعني في السنوات العاديه. في دول تانية اقل مننا في امكانيات كتير جدا بيجي لها 20 مليار دولار. الصادرات النهارده انا بصدر ب 30 مليار دولار فقط، يعني لو سعر الغاز ارتفع ليه لازم اوصل ل 100 مليار دولار؟ يعني انا عندي بنجلاديش مثلا بتصدر ملابس بس، ملابس ب 40 مليار دولار. صح. شايف حضرتك الفرق؟ وشايف الامكانيات اللي انا اقدر اشتغل بيها واطورها لو انا قعدت 5 سنين بس، تبقى استراتيجيه مش مجرد ورق بيتعمل وخلاص. حضرتك مسؤول عن قطاع معين ولازم تشتغل عليه في خلال 5 سنين، قدامك اهداف محدده وتقدر تنمو بيها بمعدلات معينه، ونتحاسب كل سنه على المعدلات. خلال 5 سنين لو اشتغلنا على الـ4 ملفات دول، شايف حضرتك ممكن يوفروا قد ايه في الايرادات بتاعتنا؟ ومش ايرادات بس، كدولار، نمو قد ايه، تشغيل قد ايه، ده يبدا ينعكس وتبدا تحس فعلا ان انت ناخد كلام حضرتك من المايكرو ايكونومكس او الاقتصاد الكلي وهنقل لحضرتك للشخص بقى الفرد العادي اللي معاه قرشين دلوقتي. شايفين كل اسعار حاجه ضربت، لما عوبنا والدنيا ابتدت تتحط في مسارها الطبيعي شفنا اسعار بعض المنتجات لسه ما نزلتش. مواطن عنده قرشين يحطهم في ايه عشان يعرف يحافظ على امواله؟ بص حضرتك، السؤال ده انا يعني اتسالته كتير الفتره اللي فاتت، وعادة اللي بيسألوني هو كل قطاع هيقول من وجهة نظره. لا يعني بتاع العقارات هيقول لك اشتري عقار ومضمون بتاع الذهب بتاع خالص. انا يمكن كان ردي انه ما فيش حاجة اسمها ايديال، ما فيش حاجة اسمها استثمار امثل، مش حاجة اسمها كده، ولكن في حاجة اسمها انت طلباتك ايه وايه اللي انت عايز تتجنبه. دي ابسط حاجه، يعني حتى في علم اداره المحافظ او البورتفوليو مانجمنت، اول حاجه لما بنقعد مع كلاينت لازم نساله انت ايه، يعني تفاصيلك ايه وايه اللي ممكن تجتنبه او اللي انت حابب تجتنبه. فدي لازم نفهمها كويس قوي، كل واحد عارف كويس قوي هو عايز ايه بالظبط، ولكن لازم نوجه الناس لحته او لمنطق الدايفرسيفيكيشن او منطق التنويع. منطق التنويع بقى مهم جدا دلوقتي. القاسي والداني من الشعب المصري بقى بيبص وينتظر على حر من الجمر اجتماعات الفيدرالي مش اجتماعات المركزي المصري، فبقى عنده شيء من الثقافة تجاه الاقتصاد والاستثمار والتحوط وما إلى ذلك. فبقى عنده برضو فهم ودراية انه مثلا الأدوات البنكية إلى الآن بتحقق عائد سلبي، وبقى مدرك يعني عائد سلبي، مش بتفاصيل الايكويشنز بتاعتها او المعادلات، ولكن في المطلق العام انه عارف ده استنفاذ او استنزاف لرصيد امواله. فبنقول له لا والله حضرتك ممكن تتقي شر حاجه زي كده بانك تنوع محفظتك. طب ازاي انوع المحفظه؟ ممكن احط جزء من النقد اللي معايا في صوره ادوات دخل ثابت، ممكن ادخل جزء لماني ماركت او ادوات نقد زي مثلا ادون الخزانه، ممكن ادخل جزء في صوره الايكويتي ماركت او سوق راس المال، واللي ممكن يكون الفتره اللي فاتت حصل فيه حاله من الانتعاشه القويه لانه الناس اصبحت محتاجه تدخل في مجال او في استثمار تمام سهل التحول للكاش، وفي نفس الوقت يعمل لهم عمليه هيدجنج او عمليه
تغطيه ضد اي مخاطر. وهل الناس عندها وعي بكلمه اقتصاد؟ عشان النهارده نيجي نتكلم يعني مع الدايفرسيفيكيشن او البورتفوليو. يعني انا في الاخر برضو ناس كتير قوي بتلوم ان الناس مش فاهمه والناس مش عارفه. احنا يمكن اللي وجهنا غلط، احنا يمكن اللي ما علمناش الناس يعني ايه كلمه اقتصاد. النهارده لما تيجي تمسك المناهج بتاعتنا ما فيش حاجه اسمها اقتصاد. احنا بندي ترمينولوجي ده عشان الطالب يحفظه ويجي يتخه في الامتحان، وبعد ما يخلص الامتحان ولا هو فاهم كلمه اقتصاد ولا فاهم معناها. فهل حضرتك لما نيجي نتكلم على التوعيه، يبقى التوعيه من المنشا، من الاساس، ده المفترض. ده العلم المفترض. نفسه اتغير. يعني الناس لما كانت بتيجي تتكلم على المواد الاساسيه في التعليم بيقول لك واحد واثنين وثلاثه. لما تروح اوروبا وامريكا ده مش موجود في اوروبا وامريكا. يعني لما تيجي تشوف مثلا مين اعلى انكم في امريكا، المحامي، دكتور النفساني، دكتور السنان، وطلع دلوقتي اللي هو الفيلد بتاع الانجينيرنج روبوتكس دلوقتي. فالناس اتغيرت والدنيا اتطورت. ده الاقتصاد هو الاساس. صحيح. فهل حضرتك لما بتيجي تتكلم مع كلاينت، هل هو بيبقى مدرك ولا بتاخده فروم سكراتش وبتدي تعلمه اساسيات؟ انا لازم افهمه الموضوع فروم سكراتش، ولازم افهمه انه لو افترضت معاك ان حضرتك رحت للادوات البنكيه هيبقى فيه 1 2 3 وسطها. هيسالني يقول لي يعني ايه مثلا نيجاتيف ريتيرن، بفهمه حاجه زي كده. لو قلت له اتجه لسوق راس المال او البورصه بمعنى صح، فكره اول حاجه بتلمع في عينيه او في كلامه يعني ان انا عايز احقق عوائد. بس فبقول له في قاعده ظريفه قوي اسمها ريسك ريتيرن، حضرتك عايز عائد بقصادها هتتحمل مخاطره كبيره، هل عندك الاستطاعه او القبول بحاجه زي كده؟ فلازم افهمه الكونسبت من البدايه علشان يبتدي يصل حاجه. عايزين نغير برضو تفكير الناس في حته، لان احنا للاسف الاستثمار في مصر بيتم بصوره بتضر الاقتصاد. يعني احنا لما نسمع عن الناس، احنا الجمله بتتقال ايه؟ بيستثمر في الدولار. انت مش بتستثمر في الدولار، انت بتدمر الاقتصاد بتاعك. او غالبيه الاستثمار التاني في الذهب، ده ما بيفيدش الاقتصاد. هرجع لحضرتك على الاستثمارات في الذهب وازاي نعظم من العوائد بتاعتنا في قناه السويس، المصريين في الخارج، السياحه وكل الكلام ده. بس هناخد الاجابه من حضرتك بعد ما نروح فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم من الفاصل. دكتور احمد، قبل ما كنا نطلع على فاصل كنا بنتكلم على فكره تعظيم الموارد الدولاريه بتاعتنا. كلنا عارفين ان احنا عندنا 4 مصادر للدولار: السياحه، التصدير، قناه السويس، تحويلات المصريين في الخارج. ده دايما ان احنا كنا بنتعلمه. يعني شايف حضرتك ازاي نعظم دور كل واحد فيهم ازاي بحيث ان انا يعني اطلع بقى من الفجوه دي؟ صحيح. مش بس كمان نطلع من الفجوه، يبقى الاقتصاد نفسه مش هيتجنب الازمات، لان مفيش اقتصاد بيتجنب الازمات، لكن يبقى ريزيلينت او قادر ان هو يصمد امام الازمات الخارجيه اللي واضح انها هتفضل متكرره على طول. يعني خلاص دي بقت طبيعه العالم ان طول الوقت في ازمات خارجيه بتأثر. بالظبط. غالبيه الازمه اللي كانت عندنا كانت خارجيه، يعني ما كانتش جايه من الداخل قد ما هي جايه من الخارج. فاحنا محتاجين نحط بس خلاص، احنا دلوقتي زي ما بقول دايما كده، المريض طلع من الانعاش. بالظبط. خلاص هنبدا بقى دلوقتي نحاول على الشورت تيرم او على المدى القصير ان احنا نعالج المشاكل الصغيره، بس بعد كده انا محتاج ابني له بقى نظام يمشي عليه. وده مش هيجي الا من خلال استراتيجيات قوميه كل الفئات تشتغل عليه. وكل الفئات بمعنى كل الفئات، احنا بنشوف الدول اللي حوالينا بقت كده كله متناغم بصوره واحده. يعني انا لو بتكلم على التصدير يبقى انا لازم الصناعه تبقى قايمه ورا. طب الصناعه يبقى لازم تبقى معتمده على ان مناخ الاستثمار، ما ينفعش مناخ الاستثمار يفضل بهذا الشكل حتى الان. يعني ما ينفعش كميه المعوقات اللي بتواجه مناخ الاستثمار والمستثمرين، واكيد حضرتك عارف حتى الان بهذا الشكل، والبيروقراطيه والروتين ده كله ده لازم يتنسف بشكل اساسي. مش لازم في 24، يعني لازم نحط خطه خلال فتره ان انا هبدا ازود معدلات الاستثمار. وده كمان هينعكس على الجزء اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا عنه، هو فكره استثمار المواطن. المواطن كل حاجه اسهل حاجه، لانه طبعا ما عندوش بديل، انه بيروح يحط فلوسه في الذهب. ده اسمه اكتناز، ما بيفيدش الاقتصاد في حاجه. لكن هل انت اديته اليات انه يقدر يستثمرها جوه الاقتصاد نفسه عشان يساعد الاقتصاد ان هو ينمو؟ طبعا هيواجه مصاعب كتير. قناه السويس زي ما قلنا ما تبقاش مجرد ممر مائي،
لازم تبقى المناطق الاقتصاديه اللي حواليها تبدا تنهض بشكل كبير، ونشتغل عليها ان هي تبقى مناطق ذات طبيعه خاصه، يعني مالهاش علاقه بالقوانين والقواعد بتاعتنا. زي ما حضرتك شفت مثلا في الصين بيعملوا مناطق بقوانين مختلفه تماما عن قوانين الدوله نفسها، بقضاء، بقواعد، بقوانين، بكل حاجه مفصله. يعني واحنا لما كنا بنبقى يعني دايما بنبص على دوله الصين، احنا دايما عارفين ان هو فري ماركت او اللي هو الاقتصاد الحر او اللي هو الاقتصاد اللي هو الدوله الاشتراكي. هم فري ميكسد، هم عنده ده وعنده ده. هو عامل مناطق، دي مناطق منفصله تماما، لدرجه انه بيدي المدينه دي حق التشريع، يعني هي تطلع قواعد وتشريعات اللي تجذب في الاخر المستثمرين بتوعها، وبتتمضي عقود ان انا مش هغير القواعد ولا هغير الضرايب ولا هغير اي حاجه معاك كمستثمر لمده 20 سنه. بس زي ما حضرتك شايف قدروا يجذبوا كميه استثمارات قد ايه في الفتره دي. دبي عملت نفس الحاجه، السعوديه دلوقتي بتعمل نفس الحاجه، الكويت بتحاول في نفس الموضوع. فبالتالي احنا عايزين المناطق دي تكون مبتعده، لانك لو حاولت تطور في البنيه اللي موجوده التشريعيه والقانونيه والتنظيميه هتقعد فترات طويله جدا عشان تقدر تنهض بيها. والسياحه، السياحة برضو ده مجهود مشترك، يعني ما اقدرش احطه لوحده في وزارة السياحة. احنا بنتكلم على ثقافة، بنتكلم على من اول منزل المطار عامل ازاي، اخرج سواء التاكسي اللي بتعامله، ثقافة الناس اللي بتتعامل معاه، كل الامور دي محتاجة انها تبقى في تضافر. انت فكرتيني بحاجة دكتور احمد. تركيا دلوقتي لما بيجوا، يعني لما كان في دراسات وارتكلز كل واحد بيقراها عن اسباب زيادة السياحة، اكتشفنا ان المسلسلات التركية كانت واحدة من اهم المصادر اللي جذبت سياح من الخارج عشان يزوروا المناطق بتاعه المسلسلات دي. حضرتك الدراما عندك بقى بتعكس ايه هنا؟ لا احنا يعني بقى احنا بنخش في حته صعبه قوي. الحته العشوائيه بنبين اسوء ما فينا بالظبط، ما بنبينش المناطق الجماليه بتاعتنا. بالظبط بالظبط. يعني انا فاكر مره كنت في حوار اتفرج على مسلسل كله ضرب وبتاع يعني هي ما اعرفش، انا مش عايز اخش في الحته دي. انا فاكر ولكن مره اتكلمت مع كان فنان كبير وكان بدون ذكر اسماء، وقلنا له طب ما تحاول تعمل انت الفيلم اللي انت بتصوره ده، طب ما تصوره في شرم الشيخ ولا في الاقصر. يعني بص لنا بسخريه كده، يعني ان ايه يعني انا هعمل ايه؟ بس زي ما حضرتك بتقول دي القوه الناعمه بتاعته، فانت قادر ان انت تجذب الموضوع ده. ما ينفعش احنا عندنا اثار وبحر احمر وشواطئ وشوبينج انا مش فاهم. طب انت ليه لازم تحطني في النطاق ده؟ حضرتك جربت تروح الهرم قريب؟ لا بصراحه ما رحتش. ده اكبر اثر في العالم. صح، اظن التجارب كلها الناس عارفه لو حاولت تدخل الهرم الوضع بيبقى عامل ازاي. الوضع صعب. احنا كمصريين الوضع عامل ازاي؟ هو يعني اللي احنا سامعينه انه في وعود ان هم هيطوروا في المناطق دي. لازم طبعا، لازم تبقى خطه محطوطه ونبدا ناخد خطوات جذريه خلال، لان خلاص عشان ما اجيش بعد سنتين ثلاثه اقع في نفس الموقف تاني، تحصل ازمه فتاثر على السياحه مثلا او تاثر على قطاع معين، فتبدا تلاقي كل الوضع تدهور. انا كده هبقى اقتصاد قادر ان انا ازود الاحتياطي بتاعي، لما يبقى عندي بقى بجيب 100 مليار من الصادرات، بجيب 20 مليار من قناة السويس، بجيب 30 مليار من السياحة، بجيب من العاملين في الخارج وزودهم، كل ده يقدر يوفر لي. أنا هاخد من كلمة حضرتك وانقل مستر مصطفى دلوقتي. يا أستاذ مصطفى، احنا سمعنا أخبار عن المطارات ومزايدات وموجودة، هل لو أنا مش عارف أدير أجيب حد يعرف يدير؟ يفضل. هي دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نتكلم يفضل. فيها في دول كثيرة جداً قامت بهذه الخطوات عادي. احنا الامارات في بدايتها هسرو اعتمدت على كده. هسرو يعني ده امر طبيعي. امر طبيعي، مفيش مشكله خالص اني اجيب مستثمر اجنبي يقوم باداره جهه ما داخل الدوله، وخصوصا انه الجهه ما هياش تمثل خطوره مثلا على الامن القومي او كذا او كذا. لا، ده مطار. صح. في النهايه هو بيستقبل سائحين وبيستقبل زائرين وبيطير منه برضه مواطنين. ففكره انه اجيب مستثمر اجنبي يدير لي المكان از از او زي ما الكتاب بيقول وانا اتعلم منه حاجه زي كده، ده شيء مش ما هوش حاجه غلط، بالعكس. طيب انت شايف روشته الاصلاح الاقتصادي تمشي ازاي بعد تدفق المليارات دي؟ وشايف ايه اولويات الصرف الفترة اللي جاية، خصوصا ان احنا ما بين بضائع في المينا، مديونيات علينا لازم نسددها، التزامات اخرى في مشاريع قومية لازم نبتدي نجري فيها الانشاءات. طيب، هو مبدئيا احنا بنتكلم في بضائع في الموانئ، دي مشكلة. ليه؟ لانه ببساطة شديدة جدا البضائع دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مستلزمات انتاج بالاضافة الى منتجات تمت الصنع. تمام؟ فإذا نقصان دخولها إلى البلاد
هيؤدي إلى حدوث نقص في المعروض في السلع الاستراتيجية الأساسية. طبعا أنا بتكلم يعني أنا دلوقتي بتكلم على السلع الأساسية، مش بتكلم على السلع المستفزة زي ما بيتقال. بالظبط. فنقص هذه السلع هيؤدي إلى حدوث مشكلة في أسعارها، وبالتالي مشكلة في معادلات التضخم، وبالتالي ده هيسمع على المواطن، والمواطن مش حمل زيادة تاني أكتر من كده. فلابد من التعامل مع هذا الملف على الأقل في السلع الاستراتيجية المهمة، يعني تبقى متقسمة بطريقة تدريجية بما لا يؤثر على حركة السوق في مصر، لأن في مصانع مثلا ممكن تكون متوقفة عن الإنتاج أو في تباطؤ في إنتاجها، فبالتالي ده هيؤثر بعد ذلك على دورة الحياة بالكامل. بالضبط. فده أمر لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار. خلي بال حضرتك احنا كل ده بنتكلم زي ما تفضل برضو دكتور أحمد، إن احنا بنتكلم على الشورت أو على المدى القصير. المدى القصير محتاجين نعالج بعض المشاكل، بس في نفس الوقت we are in process إن احنا بنحل أو بنبدأ طريق جديد متوسط وطويل الأجل، إن يكون عندنا اقتصاد مستدام، اقتصاد قوي مستدام يتحمل صدمات. تمام. ففي الشورت تيرم زي ما ذكرت لحضرتك اولا بنتكلم في بضائع الموانئ، على الاقل السلع الهامه. الامر الثاني لو في اقساط ديون او خدمه دين في هذه الفتره بيحل اجلها لابد ان يقوم بسددها، عشان ده امر غايه في الاهميه. ليه؟ لان ده بيمس حاله الاستثمار داخل مصر امام المستثمرين الاجانب. فكره ان المستثمر الاجنبي بره ان انت يحصلك مثلا تاخر في سداد قسط او كذا، دي مشكله ممكن تاثر علينا. اعتقد دلوقتي حان آن الاوان ان احنا نقوم بسداد هذا الجزء. ثالث حاجه المشروعات القوميه الهامه اللي هي المفترض يكون لها تأثير على الدخل. تمام. دي نقطة غاية في الأهمية. مثلا لو بصينا على الجزئية برضو اللي ذكرها الدكتور، المشروعات اللوجستية الخاصة بقناة السويس. تمام. دي غاية في الأهمية. يعني لو بصينا على مينا جبل علي، هو دخله الأساسي من إيه؟ لوجيستكس. فانت لازم تشتغل على الملف ده بقوه. انا هاخد من الكلام بتاع حضرتك وارجع بالنسبه لان احنا اتكلمنا على المشاريع القوميه. مدرستين، مدرسه بتقول المشاريع القوميه دي لونج تيرم انفستمنت او استثمار طويل المدى، ورغم كده احنا خدنا قروض ولازم نسددها شورت تيرم انفستمنت، قروض قصيره المدى. لكن بنرجع ونقول هل بسبب السنين اللي فاتت اللي تدهور فيها الحال الاقتصادي في البلد وعدنا 30 سنة ولا 40 سنة مش عارفين نطور شارع ولا بنعمل مدن جديدة وواقفين محلك سر ويبقى الوضع على ما هو عليه عشان كل واحد بيبقى مستريح في المكان أو في المنصب اللي هو فيه؟ فالوضع الحالي واللي بنقابله والوجه وده اتكلم فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل بسبب ده احنا لغاية دلوقتي مش عارفين نحط خطط طويلة المدى بسبب ان احنا بنحل أزمات سابقة تراكمت علينا كل السنين اللي فاتت دي؟ صحيح. في طبعا في قطاعات كانت يعني متروكه، اللي هو يعني خلينا نتركها كده عشان منس، زي مثلا الدعم. يعني ده كان من القضايا المهمه جدا ان الدعم كان متوجه لكل الاطراف وكله بيستفيد بيه سواء هو يستحق او لا، وكان دايما الفكره ان احنا خلينا بعيد عن الملف ده عشان ما نثيرش غضب حد. ملف امن قومي. فده من الحاجات اللي تحسب صراحة للحكومة في الفترات الأخيرة إنها اقتحمت حاجة زي كده، حتى لو الناس متضررة أو شايفة إنها، بس في النهاية الدعم يجب أن يذهب إلى مستحقيه فقط. يعني ده العدالة. يعني البنية التحتية طبعا مهمة، ودي للأسف الناس ما بتدركهاش بصورة وبتختزلها في قضايا بسيطة، لكن حضرتك بتشتغل في البيزنس وفاهم كويس أهمية إن أنا عشان أشتغل لازم يكون في انفراستراكشر أو بنية تحتية قوية. أي مستثمر لما بيجي يبص، مش كفايه ان انت تكون موقعك كويس وعندك طاقه، لازم كمان ابص على بنيه تحتيه قويه تقدر تساعدني ان انا اشتغل. والبنيه التحتيه ما هياش مجرد الطرق والكباري فقط، انت بتتكلم على مواني، بتتكلم على حاجات كتير اتعملت في الفتره الاخيره، فكانت مهم فعلا ان هي لازم تتعمل وكانت متراكمه فترات طويله زي ما فعلا حضرتك بتقول، وكان مهم ان احنا نشتغل عليها. هل بقى تمويلها تم بصوره قصيره المدى وهي لونج تيرم؟ بس في النهايه
كانت لازم هذه المشروعات ان هي تتم بهذا الشكل. وفي في اوقات يعني العاصمة مثلا على سبيل المثال وهي بتواجه بانتقادات كثيرة خلينا نبقى صراحة، لكن من سنة 2020 لما كورونا بدأت وسنتين بعديهم تقريبا الاقتصاد ده كان متوقف تماما. صح. من اهم القطاعات اللي بتضخ سيولة داخل الاقتصاد هي قطاع البناء والتشييد، لانه مرتبط ب 70 تقريبا او 90 صناعة. فحضرتك لما يعني لما كانت امريكا حابة تخرج من الكساد الكبير عملت ايه؟ في مرحلة الكساد الكبير في 1929 ابتدى يبني طرق، شبكة طرق، عمل شبكة طرق في امريكا كلها تربط. ليه؟ عشان يعمل شبكة الطرق بس، ولا عشان كمان في نفس الوقت يضخ السيولة دي جوه الاقتصاد وينشط الاقتصاد في المرحلة. فدي كانت فترة مهمة. لو انا ما كنتش عملت المشاريع في الوقت ده تخيل بحضرتك حجم البطالة اللي كانت هتبقى بتحصل، حجم الدخل اللي الافراد كانت بتفقده في هذه الفترة. التمويل هو تم ازاي؟ دي لازم نبقى الفترات الجاية يعني نبقى بنبص عليها. لكن المشاريع لا خلاف عليها انها ذات اهمية بشكل كبير طبعا للاقتصاد. لو نرجع ليك يا مستر مصطفى، هل شايف ان النهارده الازمات اللي احنا بنواجهها اللي هي خارج عن ارادتنا؟ النهارده انا في كل 5 سنين ازمه، يعني واجهنا كورونا مش بايدينا، حرب روسيا اوكرانيا، احنا اكتر دوله تاثرنا في السياحه بسبب الروس وبسبب الاوكران. دخلنا في مرحله ثالثه وهي الحرب على غزه، وطبعا ده اثر علينا تاثير مباشر. هل واحنا النهارده بنحط الخطط بتاعتنا، هل احنا واخدين انتباهنا ان فعلا مصر كل 5-6 سنين بتواجه ما نقدرش نقول انها مشكله، لا احنا بنواجه كارثه خارجه عن ارادتنا او بارادتنا، هل ده صحيح؟ هو لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار انه لازم تحط لنفسك سيناريو وات اف بقى انه حصل مشكله على مستوى العالم، ومصر ليست بعيدة عن العالم، يعني هي كده كده احنا في حالة عولمة كله يعني بيأثر على كله. أمريكا لو تأثرت بأي شيء أو الصين العالم كله حركته بتتشل. فلابد أن يكون في سيناريو لا قدر الله هنسميه سيناريو سيء لحدوث مشكلة ما أيا كانت المشكلة ديت، ووضع سيناريو آخر للتعامل معها. بس أفضل سيناريو للتعامل مع المشاكل المتوقعة الاقتصاد القوي. أوكي. صح. ليه؟ لما حصل كوفيد 19 وإحنا كنا معتمدين على الهوت ماني حصل ليه؟ الإمرجينج ماركتس كلها بما فيها مصر بين عشية وضحاها في يوم وليلة كده حصل اختلال في التوازن. مصر خرج منها 20 مليار دولار او 22 مليار دولار، والاميرجنج ماركتس كله خرج منه تقريبا ما يقرب من على ما اتذكر 100 او 150 مليار دولار في الوقت ده. فده معناه انه انت يعني في لحظه لو حصل رجه للعالم انت مشكلتك ان التاثير عليك هيكون الدبل او التريبل، لان انت لسه ناشئ. بالظبط كده. فكلما ازدادت صلابه الاقتصاد وقوته ومصادره كلما كان أقوى في تحمل أثر هذه الصدمات. فالسيناريو لازم يتبني بالطريقة دي، حط سيناريو سيء وسيناريو جيد ومودرت في النص ومعتدل وبناء عليه تحرك. بس الأساس بالنسبة لنا هو الاقتصاد القوي الصلب الذي يعتمد على مصادر أساسية مستدامة. هو ده اللي احنا لابد نتجه إليه. وكلمة مصادر مستدامة تحتها بقى نحط كل المناقشة اللي احنا ذكرناها من شوية. بالظبط. السؤال لحضراتكم دكتور احمد ومستر مصطفى، شايفين الوضع الاقتصادي الراهن ايه الاليات اللي نقدر نعملها ونقدر نستخدمها عشان 1 ما نقعش في نفس المشكلة، 2 نعرف نقوم بالاقتصاد يبقى ليه اقتصاد قوي وصلب زي ما حضرتك قلت يا استاذ مصطفى، 3 ما نكررش سيناريوهات سابقة من 50-60 سنة، بكرة هنبقى أحسن بكرة، لا إحنا عايزين واقع وحاجة فعليا نشوف بيها اقتصاد بلدنا بيقوم سنة عن سنة ويبقاش مجرد شعارات. صحيح. طبعا يعني نخرج بس من الفترة القصيرة المدى دي بالتذبذبات اللي هتحصل فيها ونقدر نسيطر على سعر الصرف، ونحاول بقى ان احنا نصلح برضو فكرة الأسواق، خلل الأسواق، لأن الأسواق فيها خلل كبير في حتة
ان الاسعار بترتفع حتى بمستويات اعلى ما كان الدولار بيرتفع حتى في السوق الموازي، وده خلل في السوق نفسه. وحتى حاليا دلوقتي للاسف لما حد بيكلمني هل الاسعار هتنزل، بقول له صراحه ما توقعش ان الاسعار هتنزل حتى مع انخفاض الدولار. هتثبت الى حد ما، لكن مش هتبقى فيها ارتفاعات كبيره. وده بيحصل ليه؟ لان بتبقى في فئات قادره انها تحقق ارباح غير عاديه من الاحتكار او من قله المنافسه او من الاخر. وبالتالي ده لازم نشتغل على المسار ده عشان المواطن العادي يقل تاثيره او تاثره بهذه الاحداث بشكل كبير. محتاجين كمان حزم حمايه اجتماعيه قويه، وطبعا اتعمل كتير الفتره اللي فاتت الحقيقه، ومحتاجين برضو نكمل فيها الفتره الجايه، وننقي دايما المستحقين عشان يقدروا يوصلوا لاكبر قدر ممكن من الاستحقاقات بقى. بعد كده نبدا نشتغل بقى على خطط لونج تيرم او طويله المدى، عشان انا فعلا كاقتصاد ابقى قادر ان انا انافس، وقادر ان انا، وده نمره واحد انا بالنسبه لي دايما هيبقى مناخ الاستثمار. لان يعني بصراحه احنا متاخرين جدا في هذا، في اصلاحات كتير بتتم فيها في الفتره الاخيره، لكن لسه المستثمرين المحليين او الاجانب بيعانوا من بيروقراطيه كثيره والى اخره، وفي قوانين احنا دوله عميقه، واحنا دوله عندنا بيروقراطيه. من دكتور احمد بالعكس انا شايف ان احنا يعني ابتدينا نناقش مواضيع هامه، ابتدى الناس الخبراء في الاقتصاديين اللي هم فاهمين في كلمه الاقتصاد ابتدى يبقى ليهم صوت، وصوت مسموع كمان. صحيح. الاقتصاد مش ماده عشوائيه، لا، الماده اللي يتكلم فيها لازم يكون فاهمها وعارف يعني ايه اقتصاد، وعارف يعني ايه معنى ان الكلمه ممكن تاثر على سوق بحاله، خصوصا لو بتتكلم في على السوق المصري. عامة احنا بنشكرك وبنشكر حضراتكم. احنا اولا بنشكر الدكتور احمد السيد استاذ الاقتصاد والتمويل، شكرا جزيلا دكتور احمد. وبنشكر كان معنا برضو الاستاذ مصطفى شفيع الخبير الاقتصادي، شكرا استاذ مصطفى. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صناع قرار، شكرا لكم.